بالله في سبيل الله. الفوركس دابا اللي كيضرب كاع اصحاب الفوركس وكاع لي تريدرز كيضربهم في المغرب راه لانه كاين سبب راه ما تيخش هو يهضر هكاك. وهذه الحمله المصغوره اللي دايرها هو على الفوركس وعلى التريدين راه ماشي دايرها غير هكاك. ما يجيش ما فهمتش انا هاد الناس هادو كيفاش كيعيروا كيفاش كتخدموا مخكم. واش حتى هاد السيد هو بغى